طيب لكن دي كلها بتبدو دائما في وعود بعيده يا دكتور، ده مش مغلق لانه الازمه تمشي بصوره كبيره سريعه جدا، ايقاع سريع، والوعود انا شايفها كلها هي وعود بعيده المدى، يعني ما واضحه في ما الافق. اعتقد اخ عثمان هي احنا ما دارين نكرر انه دي تركه و30 سنه وكذا. نعم نحن بنعالج فيها، واعتقد هذه معالجات تساعد في حل الازمه الانيه، حل الازمه بشكلها النهائي والجذري بيعتمد على قضايا مرتبطه بالانتاج، باصلاحات قد تحتاج على المدى القصير والطويل، منها خفض الانفاق الحكومي، منها الأخ وزير المالية يتحدث عنها موضوع الانفاق الضريبي وكل ذلك، لكن دي قضايا ما يعني ما حتاخذ وقت طويل. طيب خلينا نضيف للملف ده برضه الاستثمار. هناك شكوى كبيرة جدا في أنه ما تزال قضايا الاستثمار تتعرض لنفس المعضلات والمشاكل والأزمات التي كانت في الماضي، من حيث عدم سلامة بيئة الاستثمار تشريعيا وتطبيقيا على الأرض، وطريقة التعامل مع المستثمرين المحليين والأجانب على مدى. وفي وجود وزير التجارة نعتقد برضو قد يكون لأنه مرتبط أكثر التجارة والصناعة بهذا الملف، يعني هذا ملف يعني يجد كل الاهتمام من جانبنا، والأخ مدني ممكن يعني يتكلم عنه. يمكن هو يمكن دي من أولى المسائل اللي انتبهت لها الحكومة، هي مسألة إنه الحكومة ما دائما تعتمد على الإهبات واللعانات، ولكن هي بتتكلم عن مسألة الاستثمار اللي بيضيف للاقتصاد السوداني في ظل الموارد الموجودة في السودان. كل المستثمرين يمكن في أولى الزيارات اللي قمنا بها كانوا بيتكلموا عن بيئة الاستثمار، وبداية طوالي تم يمكن واتعملت من السيد وزير المالية اتعملت مفوضية الاستثمار، تم تعيين يمكن دكتورة هبة في كمسؤولة عن ملف الاستثمار، وبدأت مباشرة في معالجة القضايا الأساسية اللي هي مسألة القانون، وإن كان الإشكالات أغلبها غير مرتبطة بالقانون ولكن مرتبطة بتنفيذ القانون. مشروع النافذة الموحدة ده من المشاريع التي يفترض أن تتم خلال هذا العام، لأنه كل المستثمرين بيشتكوا من أنه بتتعدد الإجراءات وبتتعدد المشاكل اللي هم بيواجهوها. ده من مجال تهيئة يعني خلق البيئة المواتية والممكنة لعمل المستثمرين. من جانب آخر برضو الحكومة بتضع في خارطة استثمارية، لأنه ما يفترض أنه أنت في مسألة الاستثمار بتخضع بس لمزاج المستثمر، ولكن بتحديد أولوياتك، ومن أهمها مسألة القيمة، تحقيق القيمة المضافة للمنتجات السودانية. عشان كده يمكن في مشاريع متعددة بالوزارات المختلفة بتديها لإدارة الاستثمار بوصفة هي مرتبطة بتحقيق هدف اقتصادي اللي هو متعلق بمسألة القيمة المضافة، أيضا بمسألة نوعية المستثمرين اللي بيجوا السودان، يعني ضرورة توافر يعني القدرات والكفاءة والقدرة على إضافة فعليا للاقتصاد السوداني. ملف الاستثمار افتكر انه هو ملف هام، وتولي الحكومة اهتمام من يعني من أول الأيام، لأن الحكومة هي قائمة على فكرة مش إنها هي فقط تتلقى الهبات، ولكن تستفيد من القبول الذي تحظى به الحكومة الانتقالية بعد الثورة السودانية في أنها تكون في فرص استثمار جاذبة تساهم فعلا في التشغيل وفي خلق قيمة في الواقع الاقتصادي السوداني.